جدا مشاهدي قناة شوف تيفي، صباحكم سعيد ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من السوق الأسبوعي لسيدي بطاش نواحي بن سليمان. وبالضبط نتواجد برحبة الخضرة، أجواء جميلة جدا هنا في هذا السوق، والخيرات موجودة تبارك الله، جميع أنواع الخضر ذات جودة عالية. الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، صورة غنية عن التعليق، صورة جميلة جدا مشاهدي قناة شوف تيفي. إذن مرة أخرى أجدد الترحاب بمشاهدي قناة شوف تيفي على المباشر، صورة جميلة جدا، الخيرات موجودة تبارك الله ذات جودة عالية، صورة واضحة أمامكم، جميع أنواع الخضر تجدها في هذا المكان. مرة أخرى أرحب بمشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفي على المباشر، ننقل لكم الأجواء المباشرة من السوق الأسبوعي لسيدي بطاش. الخيرات موجودة تبارك الله، جميع أنواع الخضر، الصورة واضحة أمامكم، دنا صباحكم سعيد مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفي المباشر، ننقل لكم كل صغيرة وكبيرة مباشرة من السوق الأسبوعي، لحظات قليلة وسيوضح لي أحد الحريفية أثمنة اليوم ويوضح لنا عدة أمور أخرى مرتبطة بالأثمنة، غلاء أسعار وغلاء الخضر. إذن مشاهدينا الكرام، الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفي، أرحب بضيوفي الكرام وبمشاهدينا الكرام أينما كنتم وحليتم وبجميع المدن المغربية، أرحب بكم مباشرة من السوق الأسبوعي لسيدي بطاش. خيرات موجودة تبارك الله، جميع أنواع الخضر موجودة، الملاحظة الوحيدة وهي غلاء الأسعار ديال الخضر، جل الخضر الثمن ديالها مرتفع وكيتجاوز 5 دراهم، هذه هي المعلومة، جل الخضر يتجاوز الثمن 5 دراهم. الصورة واضحة، لأن لازلتم
تتابعون معنا النقل المباشر مباشرة من السوق الأسبوعي لسيدي بطال. فأجواء جميلة جدا هنا بهذا السوق، جميع أنواع الخضر تجدها هنا في هذا المكان، حتى الأثمنة، الأثمنة الاحتياطية اليوم أصبحت أثمنة شيئا ما طالعة بالمقارنة مع الأسابيع الماضية. فجل الخضر اليوم كيتجاوز الثمن ديالها 5 دراهم، 6 دراهم، 7 حتى 8 دراهم. إذن معي أحد الحريفية اللي غيوضح لي الأثمنة. تفضل معي، الله يعطيك الخير، أحد الحريفية المعروفين بهذا السوق هنايا، أعطينا الأثمنة، أثمنة الخضر اليوم مباشرة من السوق الأسبوعي لسيدي بطاش. فالسوق مملوء عن آخره وجميع الخضر موجودة هنا. صورة واضحة مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تي في، معي أحد الحريفية المعروفين اللي غادي يوضح لنا الأثمنة ويعطينا. تفضل معايا، الله يعطيك الصحة. نبداو بالأثمنة وعاد نبداو نذكروا على معطيات أخرى. وعلاش مرحبا بك على قناة شوف تي في، زيد شوية في الصوت ديالك. لا سير معايا من البطاطا وسير. سلاوي 8 درهم اليوم. مال فاش ليه؟ 7 درهم، بلا 6 درهم، بلا 6 درهم. زيد شويه في الصوت ديالك. في بلا 6 درهم. في بلا 6 درهم. بلا 6 درهم. بلا 6 درهم. الخيار. الخيار 7 درهم. الخيار 7 درهم. والبصلة. البصلة 100 ريال. 5 درهم. 5 درهم. هذا كلفت المحفور. 8 درهم. 8 درهم بحال واحد السلاوي. مطيشة 7 درهم. 7 مليحة راسو. مليحة راسو 7 درهم. اللفت البيض ماشي المحفور. حتى هو 8 درهم. خيزو. 100 ريال، يعني ما كاينش شي حاجه اقل من 100 ريال. كل شيء 5 دراهم وفوق. 6 دراهم وفوق. 5 دراهم كاع وقعت حتى هي. 5 دراهم. هاد الغلاء منين جاي؟ الغلاء من الانتاج قليل، ما كاينش الانتاج قليل، الخضره قليله. وهاد الانتاج علاش قل؟ قل من الانتاج قليل، ما كاينش الناس ما بقاش تفلح، ما كاين اللي يدير 20 قطار يدير 4 5. إذا قلة هذو الخضرة دابا البطاطا ما كايناش، الفلاح الكبار هما اللي بصور ديال البطاطا دابا داخل الفريكوات، هي اللي كاين البطاطا ب 2600 الصندوق ب 26 كيلو. البطاطا 130 درهم الكيلو، 130 درهم الصندوق 2600. الصندوق راه تقول لي 120 بحال عياسي بغينا 100. بحال هي كطيع عليكم 5 دراهم ولا 5 درهم. الكسور ديالها كلشي دابا ترابه بغا يساب كسور. يعني معدين وصافي حتى انتم. خضره غلات بزاف، وهذوك الزبائن اللي كانوا كيجيو كيتقداو 4 كيلو 5 ما بقاش داك الشيء. الناس هاد الفلوس هي اللي تقداو ولا مسافر باش تلاقوا الناس عبد الفيلاج ما يجيو حتى العشية يجيو يتسخفوا، مازال الناس فلاحة شوية اللي عندو كيعزل كباسلة خضيرة، ولا الناس بتاكل مول الفيلاج ما عندهمش مالا راه ضعيفين كيما خضره غلات. انت كحريفي قديم في هذا الميدان، ما عمر هذا التمر كان تقريبا مدة سنوات قديم، ولكن ماشي كل شيء مستمر دابا على كل شيء. الله يعطيك الصحة. حاجة درهم، حاجة درهم ونص، وحاجة ب 7 دراهم. دابا التمر مستمر على كل شيء. دابا من 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 راس طبلة حتى راس طبلة. تمنوا الخير ان شاء الله. يا ربي امين. شي كلمة أخيرة. والأولى والثانية الله يدير شي مخرج الخير يا ربي امين ويعطي هذا هو أهم شيء. صافي الله يعطيك الصحة ويعطينا شي عام ان شاء الله. اذا مشاهدي قناة شوف تي في، نرجعوا نعطيو الأثمنة بالزربة الله يعطيك الصحة.
المشاهدين كيسولوا على الاثمنه وزيت الصوت. طاطا 6 دراهم. طاطا 6 دراهم. طاطا الحلوه 7 دراهم. الخيار 8 دراهم 7. خيزو 100 دراهم. فلفله 6 دراهم. دنجال 6 دراهم. اللفت 160. سلاوي 140. شنو باقي؟ باقي ماطيش والبصله. ماطيش 7 دراهم، البصله 100. 100 واللفت محفور. كاين من 100 الفوق. كاين 100 الفوق باش تكونوا فاهمين. كيف اليوم قادر مرة جوال وش. صافي الله يعطيك الصحة. إذا مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفي تبعتوا معنا جميع الأثمنة مباشرة من السوق الجميل سوق سيدي فطاش، السوق مملوء عن آخره تبارك الله، خيرات موجودة ولكن الملاحظة الوحيدة وهي غلاء الأسعار اليوم فجميع الخضر تتجاوز 6 دراهم صراحة. مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفي ننقل لكم الصورة حصرية مباشرة من السوق الأسبوعي لسيدي فطاش، أجواء جميلة جدا بهذا السوق، أجواء رائعة وجميع أنواع الخضر تجدها في هذا المكان. الملاحظة الوحيدة وهو الأثمنة طالعة، فماطيشة 7 دراهم، بطاطا كاينة ديال 6 دراهم وكاينة ديال 7 دراهم، كاين ديال الفريكو كاين ديال الفريت، البصلة 7 دراهم حتى هي 5 دراهم عفوا البصلة، اللفت اللي وصل الثمن ديالو 8 دراهم هو والسلاوي، خيزو 5 دراهم. يعني خلاصة القول جميع أنواع الخضر كتجاوز 5 دراهم، يعني 5 دراهم 6 دراهم 7 دراهم 8 دراهم هي اللي كاينه منذ مدة كبيرة، ما عمر شفنا هذا الغلاء. يعني كنت تقدر تلقى شي نوع ديال الخضرة بجوج دراهم وغتلقى ديال 7 دراهم، دابا كل شيء فوق 7 دراهم وفوق 6 دراهم. إذا نتمنوا الخير مشاهدي قناة الشعب ونتمنوا إن شاء الله من الله عز وجل يعطينا شي عام ماطر هذه السنة وتقاد الأمور. مرة أخرى مشاهدي قناة شوف تيفي أرحب بكم في هذا البث المباشر مباشرة من السوق الأسبوعي لسيدي بطاش، أجواء جميلة جدا هنا نواحي بن سليمان. الخيرات تبارك الله، بطاطا هذيك اللي مليها ب 6 دراهم وهذه ب 7 دراهم، خيزو 6 دراهم، الخيار 6 دراهم، اللفت 8 دراهم، مطيشه 7 دراهم، الفلفله والدنجال 6 دراهم. اجواء جميله جدا، اجواء رائعه هنا بالضبط برحبه الخضره. صورة جميلة جدا، أجواء رائعة هنا بالسوق، نتمنوا الخير إن شاء الله. إذن أجواء رائعة جدا هنا بالسوق الأسبوعي لسيدي بطاش، نتواجد بالضبط من قلب رحبة الخضرة. إذن ما بقى لي إلا نودعكم مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفي من بعد ما رصدنا لكم الأثمنة والأجواء مباشرة من رحبة الخضرة. إلى اللقاء، نهاركم سعيد، دمتم في رعاية الله.